تحت رعاية سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، أقامت الوزارة حفلا بالتزامن مع احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي، وذلك لتكريم الموظفات العاملات في الوزارة. وبهذه المناسبة رفع سعادة السيد هشام بن محمد الجودر التهاني إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بيوم المرأة البحرينية، مشيرا إلى أن يوم المرأة البحرينية يأتي عرفانا بالمكانة الكبيرة للمرأة البحرينية، وتقديرا لدورها الريادي كشريك حقيقي في مسيرة البناء والتطور، مؤكدا حرص وزارة شؤون الشباب والرياضة على تقديم كل أشكال الدعم لها وتوفير الأجواء الإيجابية وتعزيز دورها ومشاركتها في تحقيق الارتقاء لكافة مجالات التنمية في المملكة. حقيقة احنا في وزارة شؤون الشباب والرياضة حريصين كل سنة ان احنا نحتفل بهذه المناسبة ونحتفل بالشعار الذي يضع المجلس الأعلى للمرأة بهذه المناسبة. ويمكن هذه السنة دور المرأة والمجال التشريعي والمجالس البلدية، واحنا حقيقة نرى دور كبير للمرأة نزولها الانتخابات، دور كبير لنا في المجلس الشورى، في المجلس النيابي، أيضا في المجالس البلدية كان لها دور كبير. هذه الاحتفال طبعا يعني لي الكثير، يعني لي اهتمام الوزارة كأنا مرأة بحرينية وكموظفة بوزارة الشباب والرياضة، وطبعا بعد اللي يضيف على هذه كلها اللي هو احتفال صاحبة السمو الملكي يعني بتخصيص هذه اليوم الخاص حق المرأة البحرينية. طبعا افتخر بأني أنا مرأة بحرينية. كل عام والمرأة البحرينية بألف خير. 1 ديسمبر يوم عظيم حق كل مرأة بحرينية لأنه يترجم دورها في عملية التنمية المستدامة في مملكة البحرين. وأنتهز هذه الفرصة صراحة أن أنا أحب أشكر صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة على تخصيص هاي اليوم تقديرا للمرأة البحرينية.